نكمل بالنسبة للمحاضرة الأولى، لازلنا في المحاضرة الأولى اللي هي تتعلق بالأفكار، الأفكار الـNMR. سابقا تكلمنا عن two spin states. سابقا تكلمنا عن two spin states. شو وقت نشوفهم هذول two spin states؟ نشوفهم عندما نطبق المجال المغناطيسي الخارجي اللي سميناه بي نوت. هذا هو المجال المغناطيسي الخارجي. قبل ما نطبق المجال المغناطيسي الخارجي كان السبين بالنسبة للنواة عشوائي، يعني كان عشوائي، لكن بمجرد أن طبقنا هذا البي نوت، طبقناه راح نشوف انه النواة يصطفون، اما ضد المجال الخارجي اللي يكونون بالبيتا ستيت اللي هي طاقتها اعلى، او يصطفون مع المجال الخارجي ونسميها الالفا ستيت ويكون طاقتها طاقة النواة اقل. ف عندنا هذا المحور هو المن، هذا الى الانرجي. اوكي، هنا عندنا هذول التو ستيتس، هاي الالفا ستيت وعندنا هاي البيتا ستيت، تكون طاقة النواة بها عالية، هاي تكون طاقة الالفا ستيت تكون طاقة النواة اقل. هذول يكونون النواة مصطفين مع المجال الخارجي، وهذول النواة يكونون عكس المجال الخارجي. عكس المجال الخارجي، وين المجال الخارجي؟ هو هذا المجال الخارجي، هذا البي نوت، هذا هو المجال الخارجي. احنا مشكلتنا مع هاي النواة ذرات الهيدروجين انه هم موزعين على هذول التو سبين ستيتس، لا اقول بالتساوي ولكن الالفا ستيت بها نوا اكثر قليلا من البيتا ستيت، وساتي على ذلك لاحقا من خلال الشرح. بس خلينا لازلنا بالافكار حتى نعرف نشوف شنو اللي صاير. هاي وحده. اثنين، انه اكو انرجي جاب، هاي الانرجي جاب بين هذول التو سبين ستيت، هاي اللي سميناها دلتا اي، يعني اكو فرق طاقه، انرجي ديفرنس بين التو ستيت، بين الالفا ستيت والبيتا ستيت، اكو فرق طاقه. حتى أحدث انقلاب في النواة الموجودة في الألفا ستيت لازم هذه النواة تمتص طاقة، وأقدر أحسبها قيمتها لهاي الطاقة من خلال دلتا، أقدر أحسبها وأشوف إيش قد أحتاج طاقة حتى أحدث هذا الانقلاب في النواة، هو في يعني في النيوكليوس سبين، في النيوكليوس سبين. وطبعا اكو معادلة، يعني حتى ما نروح بعيد، انه عندنا معادلة دلتا اي تساوي اتش نيو، هذا هو ثابت بلانك الاتش، ونيو هو تردد الاشعاع اللي ممكن استخدمه حتى احدث هذا الانقلاب في السبين ستيت، يعني النيو اللي موجودين في الفا أثيرهم إلى البيتا ستيت، حتى أثيرهم إلى البيتا ستيت، بالتالي راح يمتصون طاقة طبعا. بس قبل ما نروح إلى التفاصيل بهذا الموضوع، خليني أذكر فتشي مهم. لو كان عندنا لمدة تساوي لنا مثلا 254 نانومتر، هاي طبعا يوفي معروفة،
نانوميتر، هاي الأطوال الموجية هي موجودة في منطقة اليوفي. فإذا هذا الطول الموجي ممكن أحسب من عنده دلتا إي، أحسبها الدلتا إي بالنسبة لليوفي، فراح أجد دلتا إي تساوي الإتش نيو وتساوي لي 113 كيلو كالوري بير مول. أوكي، كيلو كالوري بير مول. فهذا أو هاي الطاقة كافية لإحداث انتقال إلكتروني من باي إلى باي ستار في جزيئة فيها نظام باي. أوكي، فإذا أقدر أحدث انتقال إلكتروني، وهذا الانتقال الإلكتروني الطاقة اللازمة إلى هي أقوى من عاصرة سينجل بوند، وأقوى حتى من عاصرة CH bond. تعرفون إذا أريد أكسر هاي العاصرة أحتاج طاقة أقل من هاي، معروفة في الكيمياء العضوية، درسناها للطلاب ويعرفوها. وإذا أريد أكسر عاصرة كربون هيدروجين بوند أيضا أحتاج طاقة أقل من هاي. لكن أني حتى أحدث انتقال إلكتروني من باي إلى باي ستار في باي سيستم أحتاج إلى 113 كيلو كالوري، معناتها أحتاج أكسر أو تؤدي إلى كسر عاصرة مزدوجة في مركب عضوي بسبب هذا الانتقال الإلكتروني. فالانتقالات الإلكترونية تحتاج إلى طاقات عالية، هاي شغلة. الشغلة الأخرى وهذا اليوفي تعطينا فكرة عن قوة الأواصر، راح تعطينا فكرة عن قوة الأواصر. نجي على تقنية ثانية اللي هي الاي ار. عندنا الاي ار تحتاج طاقة أقل. احنا الاي ار شو نسوي بها؟ نسوي بها ما نسميه بالمولكولار فايبريشن، يعني الاهتزازات الجزيئية اللي هي أمامات أو انحناءات، أمامات أو انحناءات، فنحتاج طاقة أقل. بهالحالة إذا نحتاج طاقة لحد إحداث هذه المولكولار فايبريشنز، يعني من باب أولى لازم يكون عندنا الديتكتر أو المجلس اللي يتحسس لنا هذا الطاقة، لازم يكون عالي الدقة، راح يكون أكثر حساسية. فإذا باليوفي ما نحتاج مجسات عالية الدقة، ولكن بالآي آر نحتاج إلى مجسات عالية الدقة حتى تتحسس أن هذا الفرق، لأنه الفرق في الطاقة حتى يحدث بين هذول الانرجي ستيت في حالة الإجراء، يعني مثلا من نحكي على اليوفي عندنا ground state وعندنا excited state، حتى نحدث هذا الانتقال نحتاج إلى 113 كيلو كالوري. بالآيار حتى نحدث ال vibration بين ال ground state وبين ال excited state راح نحتاج من خلال ما حسبناه، راح نوجد مثلا إذا عندنا 1000 يعني مثلا مجاميع الكربونين على سبيل المثال تمتص ب 1700 سنتيمتر ناقص واحد. أوكي، بمعنى أنه نيو داش تساوي لي 1700 سنتيمتر ناقص واحد. أنا عندي المعادلة تقول دلتا إي تساوي لي إتش نيو، أنا شو أحتاج من هاي المعادلة؟ لازم من هذا اللي نيو داش أطلع نيو. طبعا نيو داش تساوي لي واحد على لمدا. أوكي، إذن لمدا راح تساوي لي واحد على نيو داش، وتساوي لي واحد على 1700 سنتيمتر ناقص واحد، راح تطلع لي لمدا تساوي لي 5.8
في 10 أس ناقص 4 سنتيمتر. طيب إذا أريد أحسب التردد لازم أستخدم هاي المعادلة، لمدة في نيو تساوي لي سي في سرعة الضوء. إذا التردد يساوي لي سي أوفر 5.8 في 10 أس ناقص 4. طالما وجدت التردد أقدر أستخدم هاي المعادلة، أرجع أستخدم هاي المعادلة حتى أحسب الطاقة اللازمة. فدلتا إي راح تساوي لي H نيو، وأدخل ثابت بلانك فراح تطلع لي دلتا إي تساوي لي 4.87 كيلو كالوري بير مول. شوف الطاقة إيش قد قليلة بالنسبة للآي آر قياسا باليو في اللي أحتاجها حتى أسوي ما نسميه بالموليكولر فايبريشن، نسميه بالموليكولر فايبريشن. بس أحتاج إلى مجاز عالي الحساسية، أحتاج إلى مجاز عالي الحساسية. نجي على الـ NMR، وهي هذه طبعاً إحنا كل هاي الأمثلة ضربناها حتى نسوي مقارنة بين الـ NMR بين الـ UV بين الـ IR. الـ NMR منستخدم هاي المعادلة دلتا E تساوي لي H نيو، راح تطلع لي دلتا E على جهاز قوته 500 ميجا هرتز تساوي لي 0.477 كالوري بير مول. يعني حتى مو كال، يعني حتى مو كيلو كالوري، هاي كالوري. شوف ايش قد الطاقة قليلة، ايش قد الطاقة قليلة. يعني إذا عندي جهاز قوته 500 ميجا هرتز، فالجاب انرجي اللي بين هذول التو ستيتس، بين التو ستيتس بين الالفا والبيتا، الجاب هذه الطاقة اللازمة لإحداث هذا الانقلاب في الفتل هي هلقد قيمتها 0.477 كالوري بير مول. فطاقة جدا قليلة. يعني ها هي هنا مشكلتنا في الانمار، انه احنا نحتاج طاقات قليلة لإحداث الـ نسميه نيوكليس سبين او النيوكليير سبين. نحتاج طاقات جدا قليلة، تحتاج طاقات جدا قليلة. فالطاقة اللي يجب أن تمتص حتى نحدث هذا الانقلاب على جهاز قوته 100 ميجا هرتز هي قيمتها، هاي قيمتها 0.477 حتى نحدث هذا الانقلاب. فالنواة لازم النواة تمتص طاقات هذه قيمتها. هذا طبعا احنا بنقول هاي الطاقات من تجينا، تجينا من موجات راديوية، موجات راديوية. فطاقة الفوتون هذا هي هاي طاقة الفوتونات، شفناها بال UV كانت جدا طاقة الفوتونات عالية حتى نسوي هذا الانتقال الالكتروني من باي الى باي ستار. شفناها اقل من سوينا هذا الموليكولر فايبريشن في الـ في الـ في الاي ار بالنسبه لمجموعه الكربون، شفناها اقل، لكن شفناها اقل فاقل في حاله الان ام ار حتى نحدث الانقلاب في السبين. ولذلك فوتونات تكون اللازمه لاحداث هذا الانقلاب راح تكون كلش قليله. نتيجه لذلك نحتاج إلى مجسات عالية الدقة، يعني very sensitive، حتى تمتصنا هذه الطاقة أو حتى تتحسس، بعبارة أخرى حتى تتحسس هذا الفرق في الطاقة. حتى أحسب التردد بهذا الإشعاع، التردد يساوي لي
جاما مضروبة في بي نوت على 2 باي، هاي معادلة أحسب بيها تردد الإشعاع اللي أستخدمه بإحداث الانقلاب. هذا البي نوت نسميه الـ Applied Magnetic Field، Applied Magnetic Field، وهذا الجاما هي الريشو أو جايرو ماجنتيك ريشو، جايرو ماجنتيك ريشو. طبعا هاي جاما هي صفة من صفات النيوان المغناطيسية، أو هي صفة مغناطيسية للنواة، صفة مغناطيسية للنواة. كل ما يكون نلاحظ أنه كل ما يكون المجال المغناطيسي الخارجي المطبق كبير، كل ما يكون التردد كبير، وبالتالي دلتا إي هنا راح تكون كبيرة. كل ما يكون المجال المغناطيسي الخارجي المطبق كبير راح تكون نيو كبيرة، وبالتالي دلتا إي راح تكون أكبر، يعني كبيرة. فإذا أكو علاقة خطية، كل ما يزداد المجال المغناطيسي المطبق، لو افترضنا هذول التو انرجي ستيتس، اذا هذه 300 ميجا هرتز، فمن استخدم هاي الالفا ستيت وهاي البيتا ستيت، من استخدم جهاز 500 هذا على 300، فمن استخدم 500 شوف الجاب ايش قد راح يصير بيناتهم، راح يصير هذا الجاب، راح يصير الفرق بيناتهم كبير. فأكو علاقة خطية بين المجال المغناطيسي الخارجي المطبق وبين الجاب أو اللي نسميها دلتا إي بي بين التو إنرجي سبين ستيت. لو عندي 70,500 جاوس يعني جهاز الفيض المغناطيسي مالته 70,500، هذه طبعا تعادل لي 300 ميجا هرتز. شوف تلاحظون انه هاي 70,500 جاوس 300 ميجا هرتز، يعني الاجهزه مكتوب عليها 300 ميجا هرتز بس ما يكتبون عليها 70,500 جاوس، لان هاي الارقام كبيره كلش، ف يعني صعبه واحد يتذكرها، بينما 300 ميجا هرتز يعني ايزي تو ريمبر. لذلك هذه تعادل لنا، اذا هذا الفيض المغناطيسي اللي يحدث لنا انقلاب. اذا عندنا جهاز 300 ميجا هرتز ممكن يحدث لنا انقلاب في فتن نيوان ذرات الهيدروجين من الالفا ستيت الى البيتا ستيت. واذا عندي 117,500 جاوس، هاي تعادل لي جهاز قبل 500 ميجا هرتز، 500 ميجا هرتز. إذا عندي 188 مثلا جاوس، هاي تعادل لي جهاز قوته 800 ميجا هرتز، 800 ميجا هرتز. أوكي، إذا هسه عرفت قيمة المجال المغناطيسي المطبق. شرد أعرف حتى أحسب دلتا إي لازم، أو عفوا أحسب التردد، وعلى ضوء التردد أقدر أحسب دلتا إي. فراح أشوف أنه جاما مطلوبة، إذا جاما الآن نحسب جاما، أو هي جاما هي صفة من صفات النيوان الذرات، صفة ثابتة هي لكل نواة من النواة لها جاما خاصة بها. كل ما تكون
جاما كبيرة كل ما يكون النيوكلير سبين كبير، وبالتالي هاي من جانب. ويكون وإحنا نقول على النواة إنه عندما تفتل هي عبارة عن مغناطيس، فإذا تكون قيمة الجايرو ماجنتيك مالت ريشيو مالتها كبيرة راح تكون هي كمغناطيس راح تكون مغناطيس كبير. فبالنسبة للجايرو ماجنتيك ريشيو بالنسبة للبروتون، بالنسبة للبروتون اللي هو نواة ذرة الهيدروجين، 26 و753. أوكي، فحتى أحدث انقلاب في نواة ذرات الهيدروجين من الألفا ستيت إلى البيتا ستيت لذرة لنواة ذرة الهيدروجين اللي هي البروتون اللي جايرو ماجنتيك ريشيو مالتها هذا على جهاز 117 و500 جاوس، أقدر أحدث هذا الانقلاب، أقدر أحدث هذا الانقلاب لأن هذا يساوي لي 500 ميجا هرتز. هذا مو معناته أنه الجهاز 300 ميجا هرتز ما يحدث انقلاب، نعم يحدث، بس الطاقة الفرق بين التو انرجي ستيت راح يكون أقل. كل ما تزيد قوة الجهاز كل ما يكون الفرق في الطاقة أكبر. ولذلك سنرى لاحقا في هذه المحاضرة شنو أهمية هذا، ليش الأجهزة دائما يطوروها أن تكون قوتها كبيرة. يعني كانت أول ما بدأوا بالستين ميجا هرتز، بعدين صارت 90، بعدين صارت 100، بعدين صارت 200 300 400 500، وهسه وصل إلى 900 ميجا هرتز. شنو أهمية هذا؟ سنأتي عليه لاحقا. إذا نجي على نظير الكربون 13، نظير الكربون 13 جايرو ماجنتيك ريشيو بالنسبة إلى 6720 28. أوكي، شوف هذا الكربون وهذا الهيدروجين، كربون 13 والهيدروجين 1، هاي القيمة هي ربع هاي القيمة، يعني ربعها. أوكي، ربعها. شنو تأثيرات هاي؟ فإذا عندي جهاز الفيض المغناطيسي مالته 117500 اللي هي عفوا يعادل لي 500 ميجا هرتز، فأنا إيش أحتاج؟ أحتاج ربع هذه القيمة، ربع هذه القيمة حتى أحدث الانقلاب بالنسبة إلى نواة ذرات الكربون 13. أحتاج ربع هذه القيمة، يعني ال 500 إيش راح يصير لي؟ صار لي 125.734 ميجا هرتز. ميجا هرتز. أوكي، فالكربون 13 الجايرو ماجنتيك ريشيو مالتها 6720 28، الهيدروجين الايزوتوب 1 الجايرو ماجنتيك ريشيو مالته 26750 53. اذا قسم هذا الرقم هذا قسم هذا الرقم على هذا راح يطلع لي 4 الى 1. يعني الكربون تحتاج إلى قوة جهاز 125، أوكي؟ إلى قوة جهاز 125 ميجا هرتز. 125 ميجا هرتز، هاي 125 ميجا هرتز. طبعاً شنو عواقب هذه؟ يعني عواقب هذه مشكلة. يعني أولاً أني الفرق بين التو سبين ستيتس
اللي هي ألفا وبيتا بالنسبة للكربون 13 راح يكون كلش قليل. ومن يكون هذا الفرق في الطاقة كلش قليل، هذه مشكلة، هذه مشكلة. المشكلة الثانية أنه نسبة ذرات الهيدروجين، عفوا الكربون 13، كربون 13 قياسا إلى الكربون 12، نظير الكربون 12 وكربون 13، أنا أحكي على كربون 13، هذا غير فعال لأن I بالنسبة لهذا يساوي لي صفر، فهذا يكون مغناطيسيا غير فعال. لكن الآن الفعال عندي منه كربون 13، هذا نسبته 1 و1، أوكي بالمية. يعني إذا عندي 1000 نواة ذرة الكربون، نواة ذرات كربون، ف11 بالألف يكونون هما عبارة عن كربون 13، فهذه النسبة قليلة. هاي ايش تخلق لي؟ تخلق لي مشكلة في الحساسية، يعني في حساسية الأجهزة، هذه تخلق لي مشكلة في حساسية الأجهزة. إذا توفر ان يسمون natural abundance للكربون 13 هو 1 و1 بالعشرة بالمية، هذا قليل جدا يخلق لي حساسية في الجهاز، يخلق لي حساسية في الجهاز. إيش لازم أسوي؟ إيش لازم أسوي؟ لازم أستخدم نموذج أكبر حتى أقرأ طيف كربون 13 بالنسبة للمركبة اللي أريد أقيسها. هاي من جانب، يعني لازم أستخدم كميات أكبر من النموذج. إذا كنت مثلاً على سبيل المثال أحتاج 5 ملغرام حتى أقرأ بروتون NMR بالكربون 13 يجوز أحتاج 30 ملغرام حتى أقرأ كربون 13 NMR. شوف الفرق بين إيش قد الحساسية، إيش قد أكو فرق بالحساسية ونتيجة هاي الناتشرال أباندس، اللي نسميه لو ناتشرال أباندس، التوفر الطبيعي للأيسوتوب القليل جدا. فش نسوي بهاي الحالة؟ يعني هاي مشكلة. والمشكلة الأخرى، المشكلة الأخرى أنه الجزيئات الصغيرة احتمال ما بيها كربون 13 آيزوتوب، يعني ما بيها كربون 13 آيزوتوب. فش نسوي؟ احنا من نقيس الماس سبكت للمركب العضوي، يعني مين اللي ينقيس الهيدروجين، يعني عدد، يعني اللي كتلة الجزيئية أو الكتلة الماس للجزيئة، اللي هي تساوي لي مجموع الأوزان الذرية للبروتونات لذرات الهيدروجين لذرات الكربون والعناصر الأخرى اللي موجودة. فلو ما على سبيل المثال نأخذ البنزين، هذا البنزين الوزن الجزيئي مالته مولكيولار ويت يساوي لي 78، اوكي هذا على اساس حاسبه، يعني حاسبه على اساس ان الكربون 12 في 6 72 وست هيدروجينات تصير 78، هذا المولكيولار ويت. لما اسوي له ماس سبكت راح تطلع عندي اشاره هنا يكتب لي عليها 78، هذا معناته الوزن الجزيئي، يعني عندي البنزين. حتى أشوف هاي الجزيئة بيها كربون 13 لازم شو يظهر لي؟ لازم يظهر لي بيك مجاورة هنا 79، ليش؟ لأن هذا كربون 13 هنا حسبتهم على أساس كربون 12، أوكي؟ فإذا عندي وحدة كربون 13 وحدة في هذه الجزيئة راح يطلع لي هنا إشارة صغيرة 79، دليل على هذا. فإذا أقدر أسوي لهذا المركب البنزين، أقدر بهالحالة أقدر أسوي له أو أي مركب آخر مشابه أو أي جزيئة عضوية بعد ما أسوي لها الماس، إذا أشوف بيها خاصة الجزيئات الصغيرة
كل ما تصغر الجزيئة كل ما احتمالية انه ما بها كربون 13 ايزوتوب تكون كبيرة جدا. فبهالحالة هاي اذا قلنا مشكلتين بالنسبة للكربون 13 هو الفرق بالطاقة بين التو انرجي سبين ستيتس يكون قليل، اثنين النموذج هو توفره قليل كايزوتوب. هاي مشكلة، هاي مشكلتين رئيسية حقيقة، فلذلك تعقد لنا الموضوع. لو نجي على عناصر أخرى مثل الفلور 19-9، فلور 19-9 بالنسبة للجايرو ماجنتيك ريشيو إلها هو 25 و 170 74، هاي الجايرو ماجنتيك ريشيو المن للفلور 19-9. لاحظ انه هاي القيمة قريبة من الهيدروجين، قريبة من الهيدروجين. اذا بالهيدروجين نحتاج 500 ميجا هرتز حتى نحدث هذا الانقلاب، بالنسبة للفلور 919 ايش نحتاج؟ نحتاج جهاز قوته 470 و 58 ميجا هرتز. اوكي، نحتاج هذا الجهاز. اذا عندي جهاز 500 ميجا هرتز اقدر اقرا عليه الفلور ايضا. هسه قلت اقدر اقرا عليه الكربون ثيرت الهيدروجين اولا، وبعدين اقدر اقرا عليه الكربون 13، واقدر اقرا عليه الفلور 19. ايش اسوي يعني؟ يعني هذا الاجهزه شلون يعني؟ هاي ايش لازم اسوي؟ لازم اسوي ما يسمى بالتيونينج، يعني تعديل التردد اللي هو هذا 500 ميجا هرتز. يعني عندي فد جهاز او عندي فد تيون خاصه اغير من 500 الى 400 حتى اقرا الفلور، اغير من 500 الى 125 قبل شويه شفناها حتى اقرا منه الكربون 13. اوكي، فاذا هي القضيه قضيه تكنولوجيا، قضيه تكنولوجيا. هاي الاجهزه يعني اذا عندي جهاز في المختبر يقرأ ل 500 ميجا هرتز أو قوة المجال المغناطيسي مالته 500 ميجا هرتز، إذا أقدر أسوي هذول الثلاث عناصر وأقرأهم بطريقة جيدة. طريقة جيدة. نجي على عنصر آخر اللي هو الفسفور 31، فسفور 30 31 15. هذا الجايرو ماجنتيك ريشيو الى، نغيرها لهاي الورقة، الفسفور 30 31 الجايرو ماجنتيك 15، طبعا هنا الوزن الذري مالته العدد الذري 15. الجايرو ماجنتيك ريشيو لهذا العنصر هو 10840 جاوس، عفوا هذا هو الجايرو ماجنتيك ريشيو مالته، هذه قيمته. بالنسبة للديتيريوم 1 2، ديتيريوم هذا كاف ان دي الديتيريوم. اوكي، هذا بالنسبة إلى الجايرو ماجنتيك ريشيو مالته 4107، فالجهاز اللي أحتاجه حتى يقرأ لي لازم قوته بالميجا هرتز هي 76 و
و76 ميجا هرتز. اوكي شوف تلاحظون كل ما تقل الجايرو ماجنتيك ريشيو تقل قوة الجهاز، يعني قوة الجهاز اللي يحتاجها تكون أقل. وقلت هذه حتى أناور بي للجهاز الواحد هو أسوي تيونينج، شلون يقولون يغير الموجة، يعني هي التيونينج معناتها تغيير الموجة. تذكرون سابقا قلنا جي كونستانت جي 1 سي دي كان هاي ذكرناها في محاضرة سابقة هو يساوي لنا 32 هرتز كابلينك بين الكربون ودي. وقلنا ليش رغم انه هذا كوادرا بول بس مع ذلك هو لو ريلاكسيشن فيصير كابلينج بين الكربون وبين دي. وجدناها 32 هرتز، يعني عندنا هذول المسافة بيناتهم اللي هي هاي جي هاي تساوي لي 32 هرتز. اوكي تساوي لي 32 هرتز. تساوي 32 هرتز. وحكينا ليش ثلاثة عندنا، إذا ترجعون للمحاضرة السابقة تعرفون ليش عندنا ثلاث إشارات، ليش عندنا ثلاث إشارات. فالمسافة بين كل واحد وهذا هما أولا الارتفاعات مالتهم متساوية هذول ثلاثة، والمسافة بيناتهم أيضا متساوية 33 هرتز. لكن هسه لو سويت جي واحد سي اتش سي اتش وين اشوفها؟ اخذ جزيئه مثل هاي، هذا قريناها بسي دي سي ال 3. هسه اذا هاي اقراها مال السي اتش كابلينج بين بيا جزيئه اقراها، اقدر اقراها بسي اتش سي ال 3. بالنسبة للكربون والهيدروجين راح ينطيني إشارة وحدة، كربون والهيدروجين، يعني إذا أقراها بالبروتون NMR راح ينطيني إشارة وحدة. بالنسبة للبروتون NMR راح ينطيني إشارة وحدة، هاي بالنسبة للبروتون NMR. أوكي اوكي لكن هاي بروتون NMR، بروتون هاي بروتون NMR. هسه احنا قلنا يعني الكابلينج هو متبادل يعني بين الكربون والهيدروجين. اوكي لو هسه هذا الكابلينج المتبادل هذا عنده نص وهذا عنده نص راح اشوفه هذا الكابلينج. هذه من احكي عن بروتون NMR يعني دا احكي عن هيدروجين متصل بكربون 12 تعطيني هاي اشاره. اوكي NMR يعني منو المتصل؟ يعني بس الهيدروجين اللي متصل بكربون 12 كربون 12. لكن اذا عندي كربون 13 راح يصير تبادل، شنو راح يصير عندي؟ يعني تبادل بالاقتران. فراش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي بيكين صغار هنا، بيكين صغار هاي وحدة وهاي الثانية.
يبعدون نفس المسافة عن هاي الأصل الرئيسية. هذولا أسميهم هذولا الاثنين عندهم أسميهم two carbon 13 satellite. Two carbon 13 satellite. Okay. J بين الكربون والهيدروجين، يعني ثابت الاقتران هذا J يساوي لي 209. J راح يساوي لي 209 هرتز. من كان عندي D، شوفوا 32. كان عندي دي 32، هذا هو المسافة، هاي المسافة جي بين هاي البيك وبين هاي، هاي هي اللي 209 هرتز. اوكي، من كان عندي دي بين الكربون والديتيريوم صار عندي 32، صار عندي 32. شو ايش تقصد، ايش تعني لنا هذي؟ انا من عندي بالنسبة للهيدروجين عندي جاما تساوي لي 26 و 750 53 جاما. بالنسبة للديتيريوم، ديتيريوم جاما تساوي لي 4000 107. اوكي، جاما. فاذا اخلي، اذا راح اخلي على سبيل المثال ال 209 على ال 32 تساوي لي ال 26 و 503 و 700 و 753 على 4107 وراح تطلع لي 6.5. شنو هذا الرقم 6.5؟ يعني تايمز 6 مرات ونص، بمعنى انه الجيرو ماجنتيك ريشيو بالنسبة للديتيريوم هو 6 مرات ونص. اوكي، فتأثير الكابلينج بين الكربون والهيدروجين أكبر ب6 مرات من تأثير الكابلينج بين الكربون والديتيريوم. تسفين انه الكهرباء انقطعت واضطريت اوقف التسجيل. على اي حال، اذا تاثير الكابلينج بين الكربون والهيدروجين يكون 6 مرات اكبر من تاثير الكابلينج بين بين الكربون والديتيريوم، بين الكربون والديتيريوم. حتى تشوفون هذا بقت عندنا شغله اخرى ان ناكد عليها، هو كل هذا الكلام حكينا راح نوصل الى شغله مهمه جدا، هو احنا ايش قد عندنا من نستخدم هاي الاجهزه ابو 500 ميجا هرتز او 300، ايش قد عندنا فرق في النوا بين الالفا ستيت والبيتا ستيت. حتى نعرف، قبل ما نعرف ايش قد بالان ام ار ضروري ان نعرف باليوفي، وحكينا عن البنزين، جزيئة البنزين. فجزيئة البنزين يعني كل الجزيئات البنزين في النموذج موجودين في الجراوند الكترونيك ستيت. في حالة البنزين كل
الجزيئات موجودة ما نسميه بالجراوند، جراوند الكترونيك ستيت. من حكينا عن الاي ار وحكينا على مجموعة الكربونيل، ايضا هذول مجاميع الكربونيل ايضا موجودين كلهم بالجراوند فايبريشنال ستيت، كلهم موجودين بالجراوند فايبريشنال ستيت. هنا باليوفي، هاي باليوفي، وهذه بالاي ار. جزيئات البنزين كلها موجودة بالجراوند الكترونيك ستيت. هنا بالاي ار مجاميع الكربونيل كلها موجودة بالجراوند فايبريشنال ستيت. طيب اذا نروح للانمار، شلون راح نحسب الجزيئات؟ احنا قلنا هذولا، عفوا، النيوا ذرات الهيدروجين متوزعين بين الالفا ستيت وبين البيتا ستيت، ناس مع المجال المغناطيسي الخارجي وناس ضد المجال المغناطيسي الخارجي، وتقريبا بالتساوي، يعني الا فرق قليل موجود في الالفا ستيت. فاذا عندي جهاز القوه مالته 300 ميجا هرتز اللي هو 70500 جاوس، واللي يتعادل لي 300 ميجا هرتز، اوكي، فمن اجي استخدم قانون بارتسمان، اللي اذا اشوف عدد الجزيئات في البيتا ستيت، هذا عدد الجزيئات number of molecules in the beta number of nuclei في البيتا ستيت على number of nuclei في الالفا ستيت، راح يساوي لي، اطبق قانون بولتزمان اللي هو E تساوي لي دلتا E على KT. راح اطبق القانون وراح يكون هو عندكم موجود في المحاضرة. راح اوصل الى نتيجة انه عندي هذولا راح يطلعوا لي 0.999952، اوكي، وهذا الرقم تلاحظوه، هذا الرقم هو very close to one، very close to one، الى واحد، ماشي. شنو هاي معناته؟ معناته هذا اذا عدنا، تشوفون هذه 6 ارقام، يعني احنا وين واصلين؟ للملايين، اوكي. فاذا عندي مليوني نواة في النموذج، إذا عندي مليونين نواة في النموذج اللي إذا قست NMR على جهاز قوته 300 ميجا هرتز، فقط عندي 48 من عندهم هم موجودين زيادة في الألفا ستيت. يعني بالألفا ستيت ايش عندي؟ عندي 1,048,000 نواة. هناك ايش عندي اقل من ذلك؟ يعني بالبيتا ستيت، بالالفا ستيت عندي مليون، يعني اعيدها، بالالفا ستيت عندي مليون ها و48 نواة، بينما بالبيتا ستيت عندي اقل من مليون ب48. هم هذولا النيو ال48 يعني ready to absorb energy حتى يصير انقلاب الفتل او انقلاب السبين. لو اطبق جهاز قوته اكبر، يعني مثلا 500 ميجا هرتز، جهاز 500 ميجا هرتز، اذا اطبق هذا الجهاز 500 ميجا هرتز ونطبق قانون بارتزمان هذا اللي هو ام بي على ان اي على ان الفا هنا بيتا،
راح يطلعوا لي هذولا يساووا لي ناين 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 تسعة. أوكي. بمعنى إذا عندي مليونين نواة في النموذج، مليوني نواة ذرة هيدروجين، وإذا أريد أقيس للمركب على جهاز قلت 500 راح ألقى 81 فقط من عندهم هم موجودين في الألفا ستيت ready to absorb energy to change their spin، لتغيير الفتن مالتهم مستعدين. شوف هنا كم كان جهاز 300 كان عندنا 48 نواة، من صار 500 صار 81 نواة. فإذا كل ما نكبر قوة الجهاز كل ما يزيد عدد النواة، كل ما تتحسن التقنية، كل ما تتحسن التقنية. ولذلك يشوفون، والسبب في هذا يعني هو ليش انهم النواة متوزعين تقريبا بالتساوي إلا هاي الأعداد اللي ذكرناها، بسبب هذا الـ energy difference القليل بين الـ two states. ولذلك تشوفون انه السبكتروسكوبي مال الـ NMR يعني very very sensitive، يعني very very sensitive، ولذلك تأخذ وقتا طويلا في التطور، تأخذ وقتا طويلا في التطور. شكرا لكم. هاي المحاضرة الثانية بالـ NMR.